مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا مجموعه من الصور كتكلم على المنزل ديال عبد العالي. عبد العالي مكفوف رفقه الاخ ديالو والاخت ديالو والام. عائله تعاني بشكل كبير صراحه من اصعب 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 الملفات. غادي ندخلوا عند عبد العالي، غادي نجريو معاه الحوار، غادي نشوفوا المعاناه الحقيقيه ديال عبد العالي وديال العائله. تبعوا معي. احنا جينا لعندك اليوم مشاهدينا الكرام، كما تكلمنا على سي عبد العالي في المقدمه، عائله صراحه جد محترمه وعائله كتناضل بالغني والنفيس باش تعيش حياه عاديه وسعيده، ولكن الظروف والقدر صعبت عليهم مجموعه من الامور. عبد العالي تبارك الله باك بلس دو مكفوف، كان كيشوف 27 سنة غادي تغير الحياة ديالو كلها الأمور أخرى. من بعد غادي يتبعو الأخ ديالو يوسف، حوالي 3 سنين دابا ما غيبقاش يشوف، وكذلك كيدير الدياليز. الأخ ديالو كذلك ما تتشوفش، والأم من أصعب القصص. وصراحة عندهم الله عز وجل ما كاينش اللي كيعاونو. شوفوا معايا القصة ديال عبد العالي. سي عبد العالي حنا جينا عندك اليوم بغيتك تعاود ليا على ملي بديتي القرايه ديالك، وشنو هو اللي غير الامور بهذا الوضع اللي انتم فيه دابا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف المرسلين. اخوتي المغاربه، انا اللي بغيت نقول لكم دابا هو ان يكفي انا نقول لك في السن ديال 14 عام توفى الوالد ديالي، وانا كنقرا في الثانيه والثالثه اعدادي في مؤسسه ابن عبدون. وراه فاش قلت لكم 14 عام توفى الوالد، يعني خلاها البنات هما اللي كبار، حتى واحد ما خرج خدم، لا حتى واحد ما سميتو، يعني عانينا في هذاك الصغر ديالنا عانينا. ايوا بقيت درت الباك بليس دو في لاجيستو في تسيير المقاولات في السنه ديال 90، فوج ديال 90. هنا كنوجه لهم نيت التحيه كاع لي لوريا ديال هذوك كاع اللي تخرجوا معايا في هذاك سميتو، وكنت بخير الحمد لله، الى درجه انني ما كنتش كاع كنخدم بالشهر، يعني مع الشركات وهذه كنخدم كوسيط تجاري وهادي. وكنت كنتوشي الفلوس، كنتوشي الفلوس باش سميتو. ولكن في 97 وقع لي الواقع، يعني يلاه بديت كنقول انا راه غادي نبني المستقبل ديالي، يلاه بديت كنفكر في الدار، في الوالده، في كل شيء باش نصوفي. وهذيك طحت في انني ما بقيتش كنشوف عند واحد الزابونيت، كنت باغي نبيع ليه واحد الاله ديال المهم ما عرفتش بالعربيه، اسبيراتور وبيريفيكاتور دار، كدير مليون و10 الاف ريال كونطو، كتاخذ فيها حتى 24000 ريال بعدا هذيك ديالك حتى كوميسيون عاده او بليس ديك 300 درهم ديال الديبلاسمون، يعني كتقدر ديرها ثلاثه لي ريبريزونطاسيون، راه خارجه لك في ديك 6000 درهم ولا 7000 درهم في السيمانه. كيف انك هذيك تقنع انك تخدم مع واحد شركه تعطيك واحد، زعما كنت كان عندي طموحات. ايوا الله سبحانه وتعالى كتب عليا هذا. عند واحد الزبون في الدار ديالو في الفيلا ديالو، كان ديمونطري لي في لا ماشين كيفاش يستخدمها وهادي، وقلت لهم شكون اللي تفضاو؟ قال لي لا حتى واحد ما تفضاو. انا كنت داير هذوك العدسات ديال النظري في هذاك الوقت، واخا انا كنصحني الطبيب باش ما نديرهمش، فهمتي، حيت قال لي من التلوث هنا وهادي، وهذيك الساعه كان البرودوي ديالهم غالي، حتى نظرا لي انا خدمت بديت كندير يعني كندور براسي. بعد السي عبد العالي لقيت راسك ما كتشوفش؟ لقيت راسي ما كنشوفش عند الزبون. تما تغيرت الامور. في الصباح للدار انا عند الزبون باش خرجت للخدمه، جيت رجعت للدار ما كنشوفش، خرجت كنشوف ورجعت ما كنشوفش. الاحساس ديالك هذيك الساعه والحمد
الحمد لله والشكر لله. انا الاحساس هو اول حاجه هو صعيب السي عبد الله. قلت للوالده والو بعدا، قلت لها والو راه جي عيان من الخدمه وتكيت نعست، ما قلت حتى واحد راه ما بقيتش نشوف ولا فهمتيني. حتى الغد ليه هذا انا باش هضمت بعدا سميتو المشكل من بعد. نعم السي عبد الله، من بعد شكون اللي تبعك؟ ما بقاش كيشوف حتى هو الاخ ديالك ولا يوسف؟ لا الاخ ديالي، الاخ ديالي دابا شي 3 سنين هادي دابا ما بقاش كيشوف، لان كان عنده هو السكر وعنده الدياليز كيدير التصفيه، او ميم طون تضرب لي ضربات لي دوك العروقه ديال عينيه فهمت. وطابي لي نيت عمليه، راه درنا لي واحد العمليه على عينه، راه واقيلا كيشوف بها شي شويه ياك شي شويه بعدا. والعين الثانيه حتى هي العمليه يعني كيشوفها باش يخرج من الباب فهمتي، هادشي اللي كاين. و سميتو الاخت ديالي، الاخت ديالي حتى هي ما والو، ما تقدرش تقطع الشانطي ولا شي حاجه بوحدها، ولا تمشي شي صخره بعيده على بوحدها، ولا حدا الدار حانوت صافي. واخا سي عبد العالي، في هذا الموضوع اللي عطيتيني، في هاد النقط كيفاش بدا، كيفاش الاحساس ديالك، السبب المسببات، لقيت راسك ما كتشوفش، اللهم لك الحمد، كيفاش كتلقى راسك مع الاسره في الاحتياجات؟ نعلم جيدا انه الوقت صعيب، كاينه متطلبات، الاخ طبيب الحاله هو كيدير الدياليز، الاخت هي خاصها عمليه، انت ما تشوفش، كيفاش كتجمع هذه الاسره؟ سولتك سؤال قبل في التصوير، ما عندكمش مولد، انت ولي بغيتك تقول لي دابا المشكل، ما حتى واحد فينا ما كيدخل حتى فرانك ديال في الشهر، يعني من غير الام ديالي اللي عندها واحد 600 درهم ديال التقاعد ديال الوالده، هذيك 600 درهم ما كتقدوش حتى ريشات ديال باش كيعبر السكر، الريشات باش كيعبر السكر ما كتقدوش هذيك سميت، ابار الحصص ديال الدياليز، وزيد عاده ماشي الحصص، يعني كل 15 يوم، كل 20 يوم، كل 30 يوم كيجي هذاك فقر الدم، خاصو سميتو لي ساشي ديال الدم، لي ساشي ديال الدم كيديروا 7200 ريال، كيقول لك كتعطى فابور، ما كتعطاش فابور، 7200 كتخلص او كتخلصها بعدا في الجمعيه، هذا هما كيبقى هما بيناتهم، هما هو داك المركز ديال الدم بيناتهم، وخاصك تمشي وتسنى وشوف، حيت نظرا لان حتى المتبرعين من الدم ما بقاوش كيتبرعوا مع هذا الحجر الصحي، يعني السي عبد العالي ما كاينش مريد، ما كاينش من غير ديك 600 درهم بقينا بحال هكا. لا انا عندي واحد الصديق ديالي الله يذكره بخير والله يرحم ليه الوالدين، كنت انا حيت واخا دير تكنيسيان في التسيير، وهادي ما هو داك الشيء اللي عشتو ديال الفلوس، وهادي ما جاتنيش نفسي انا نبقى متوكل عام ريح، واخا صافي ما كنشوف صافي نريح، مشيت درت واحد الطابله ديال الديطاي في راس الدرب، وبقيت كنبيع ونشري وكن سميتو، يعني كان مكلف بالحياه، ديك الساعه الدري عندي صغير مكلف بالحليب ديال سميتو، المراه ما خداماش، خاصك السير ديال الدار في الصباح، تصور والله العلي العظيم. شنو كتبيع عبد العالي؟ كنت كنبيع الديطاي، نظر واحد السيد صاحبي خو عندهم واحد الحانوت، قال لي اخويا عبد العالي غادي تعطيني واحد شهرين ديال التسبيق على الوراثه، قال لي ماشي ليا انايا، قال لي على قبل الوراثه، وتجي اخويا ما بغيتكش تبقى في هاد الشانطي هكا، وعرفتي راك كنت ملي مشيتي للحانوت شنو كدير في الحانوت؟ في الحانوت حتى هو علاش درت فيه هذيك الطابله ديال الديطاي، درتها هي الاولى، نكذب عليك، شنو كدير لك الطابله ديال الديطاي؟ كاع ما كنبيعوش بتاتا. شنو كتبيع؟ دابا كنبيع هذاك الشيء ديال الياغورت بلا ما نديرو اشهار، وهادي ورايبي وسميتو وليكوش المسكاش الشوكولات بيمول الدراري. كتخلص ليه الكراه؟ كنخلص ليه 8000 ريال الكراه ختو. هاد العائدات اللي كتدخل من داك المحل فاش تكفيك السي عبد العالي؟ والحمد لله والشكر لله. نعم شوف السي عبد العالي، سمحتي لي، اللهم لك الحمد، هو الامتحان في الدنيا، هناك فئه عند الغنى شنو غدير به، هنا إذا سمحتي لي هنا فيك فئة أخرى عند الفقر واش غتصبر ليه ولا لا. الحمد لله أولا وأخيرا، إنما يتنوي الرأي العام في الموضوع، ندقيق في مجموعة من الأمور، هذاك المبالغ اللي كتستخلص أنت من هذا المحل فاش تكفيك؟ واش تشوفها كتقدر تكفيك للتغطية ديال الأخ دابا اللي الدياليز، الأخت اللي ما تتشوفش، الأم كذلك اللي تبعنا معاك القصة إذا سمحتي لي، أنه كانت غادي تخرج طاح حتى هي ما تتشوفش، مسكينه كبرات،
هاد الامور يعني واش كتشوف انت انه هاد المدخل للمحرم كيقدر يغطي هادشي؟ وما كيغطيش الخير دليل على ذلك. انا دابا نجبد لك لي فاكتور ديال الفاتورات ديال الضوء والماء كيتساني 70000 ريال ديال الضوء، 70000 ريال اللي كتساني. شحال مره كيجيو وكثر وشحال مره كيجيو كيبغيو يحيدوك اش كنخرج لهم كيديروا على اساس سميتو كيتعاملوا معك انسانيا كيخليوك، ولكن حتى لين راه دابا تقريبا شي عام وشي حاجه. سي عبد العالي شكرا لك، الا سمحتي لي بغيت واحد الكلمه مع هذا الاخ يوسف ما كيشوفش. يوسف بغيتك تقول لي تقدر دياليز شوفت يلاه 3 سنين مشالك طالب ديالك. كنت دابا خويا الا كان شي محسنين ولا شي ناس يشوف في الحالة نطلب اللي خلص ليا 3 سنين شي 120000 ديال حصص مخلص ديال حصص ديال دياليز 100000 على كيف حصة 3 والجمعة عندي 200 درهم في السيمانه ما كنخلصها. دابا شكون عندي شي 6000 درهم اللي عليا في يدي. خلصها في الاول. كان واحد المحسن ما بقاش كتخلص لي. قبل من المحسن. كان اخويا هو اللي كيخلص لي. ايوا ياك انا المراه كنقول لها تصور وحق الله الا كان المراه كنقول لها اريني كتقول لي راه بقاو 1000 فرانكات في الدرهم كنقول لها اريهم خصني نعتق. سي عبد العالي كلام مؤثر والله العظيم وشكرا لك، فهمنا المغزى فهمنا الامور. يوسف نتمنى الله عز وجل الشفاء ليك والاخ ديالك وكذلك الاخت وكذلك الام. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا يتكلم معي بتلقائيه عائله وكتاب ديال الله مكفوفين ما عندهمش موارد ما عندهمش مدخول من اصعب 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 ملفات مطلوب الله عز وجل وجول المغاربة. أخ طبيعة الحال مثقف قاري ما شاء الله فعل كتاب عليه أنه تغير المسار طلب الله عز وجل وجول المغاربة ذكورا وإناث ضف الجهود بيننا. هنوضع الرقم ديال السي عبد العالي في الشاشة والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.